حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء. ليس مفاجئا الإعلان الأمريكي بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، خطوة تنضم إلى سلسلة قرارات أمريكية بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة البلاد إليها فضلا عن وقف تمويل السلطة الفلسطينية. فهل تحمل الخطوة الأمريكية أبعادا سياسية وميدانية في ضفة غربية لا يقبل الفلسطيني تسوية عليها واليمني في إسرائيل يريد ضم مستوطناتها لسيادته؟ هدية أخرى يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل، هكذا يصف الشارع الفلسطيني القرار الذي صدر عن إدارته أمس بعد الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والجولان، إلى جانب قطع المساعدات الأمريكية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا والأجهزة الأمنية الفلسطينية. أطل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ليعلن أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات متعارضة مع القانون الدولي. أعترف أنني متحمس للغاية. نحن هنا في غوشة سيون، المكان الذي طردنا منه في حرب الاستغلال، ونحن هنا في يوم تاريخي مع إنجاز كبير آخر لدولة إسرائيل، إنجاز عملنا عليه كثيرا. لقد قامت إدارة ترامب بتصحيح خطأ تاريخي هنا، وقفت مع الحقيقة والعدالة، وأشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو، وأعتقد أنه يوم عظيم لدولة إسرائيل وإنجاز للأجيال. لقى القرار ترحيبا إسرائيليا ومعارضة دولية عموما وفلسطينية خصوصا. الشعب الفلسطيني أكد أن الإقرار بشرعية المستوطنات عن عدمه لا يعود للبيت الأبيض، وإنما للإجماع الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، لا سيما قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. هذا القرار باطل ولاغي، ولا ينشئ حق ولا يخلق التزام، وكل ما عمله هو أيضا عزز عزل إدارة الرئيس ترامب عن أي علاقة في عملية سلام. ونحن نتوقع من مجلس الأمن في تغييرات كونية في الأيام القادمة والسنوات القادمة أن يكون هناك موقف واضح من أجل إيجاد حل للحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 كما اتفقنا مع الجانب الإسرائيلي نحن على ذلك. وللمواطنين الفلسطينيين ذات الرأي، يذكر أن السلطة الفلسطينية باشرت في إجراءات التصدي للقرار الأمريكي من خلال سفيرها في الأمم المتحدة رياض منصور على أن يعقد مجلس الأمن غدا الأربعاء جلسة حول هذه القضية. محافظة رام الله والبيرة حيث نتواجد على سبيل المثال محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تخترق أراضيها من أبسكوت جنوبا إلى بيت إيل شمالا. الآن وفق منطق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا توجد مشكلة في هذه المستوطنات، وإن أي خلاف حولها يحل في المحاكم الإسرائيلية. الشعب الفلسطيني يقول إن هذا يتنافى كليا مع القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، ولسان حاله يسأل لمن نشكو وغريمنا هو القاضي. من مدينة البير بشار صغير لـ24 نيوز. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو دكتور جاك نرياء المستشار السياسي السابق للرئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين. مرحبا بك دكتور جاك. انضم إلينا من مدينة رام الله دكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. مرحبا بك دكتور أحمد. وانضم إلينا سيد بشار الجرار الباحث في العلوم السياسية. مرحبا بك عبر استديوهاتنا من واشنطن. دكتور مجدلاني دعني أبدأ معك، ما هي الخيارات الفلسطينية لمواجهة سلسلة قرارات أمريكية تتعلق بالعملية السلمية ككل؟ أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها لأن تكون وسيطا، وانتقلت من وسيط غير نزيه ومن راعي أيضا غير متوازن إلى شريك للاحتلال الإسرائيلي. بقرارها أمس الإدارة الأمريكية أصبحت شريكا في جريمة الحرب التي تقوم بها إسرائيل، باعتبار أن الاستيطان ينتقل إلى مصافي جرائم الحرب والعدوان وفقا للقانون الدولي وفقا للشرعية الدولية. بدون شك القيادة الفلسطينية تعاملت مع الموضوع بكل حساسية وبكل حزم بآن معا. التحرك الذي بدأته القيادة الفلسطينية منذ مساء أمس وبعد الإعلان بلحظات عن الموقف السياسي الأمريكي الذي لا يمكن أن يكون الموقف السياسي الأمريكي بديلا عن الشرعية الدولية ولا عن القانون الدولي ولا بديلا عن قرارات مجلس الأمن، والذي آخرها القرار رقم 2334 الذي صدر في ديسمبر عام 2016، والذي اعتبر
الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وطالب بإزالة الاستيطان وليس فقط بوقفه. بكل الأحوال احنا بنتعامل بالموضوع الآن على أن المسألة هي في غاية الخطورة. احنا ندقق في التوقيت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية هذا الموقف أمس، ونعتقد له صلة وثيقة بالأوضاع السياسية داخل إسرائيل، هي شكل من أشكال الدعم والإسناد لنتنياهو ولقطع الطريق على وتدخل بشكل مباشر في الحياة السياسية الإسرائيلية لقطع الطريق أمام غانتس لتشكيل حكومة أيا كانت هذه الحكومة في الوقت المتبقي له. هي ضوء أخضر لنتنياهو إذا ما تسنى له لأخذ فرصة أمام بالأشهر القليلة القادمة، إذا ما فعلا ذهبت إسرائيل لانتخابات ثالثة خلال هذا العام لإعلان ضم أجزاء من الضفة الغربية في المناطق سي أو في شمال البحر الميت. وهذه الفرصة هي التي يعتقد ترامب وإدارته أنها من الممكن أن توفر الدعم والإسناد لنتنياهو في الفوز بالانتخابات القادمة باعتباره الحليف الاستراتيجي ورأس الحرب. نعم دكتور أحمد. للمشروع التصفوي الأمريكي المسمى بصفقة القرار. نعم، نقطة التوقيت مهمة سأنتقل بها إلى سيد بشار من واشنطن، ولكن دكتور جاك دعني أنتقل إليك. ما هي الأبعاد السياسية والميدانية لإعلان أمريكي يتعلق بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية برأيك؟ يعني الأسباب بتكون متنوعة، ما بفكر أنه في سبب خاص لهالقرار الأمريكي يعني، بس أنا بتطلع على الحالة كشيء يعني شامل. نحن عم نطلع أنه من بداية الأمر لليوم كان في هدايا أمريكية لإسرائيل، 4 هدايا: هداية السفارة بالقدس، اعتراف بالقدس، الجولان، غور الأردن حتى يعني، ولا وصلنا للمستوطنات عن طريق كمان برنامج تقصير الأموال لأونغا. وكمان قضية اللاجئين، لأنه إذا كان نطلع على كل المسائل اللي بيننا وبين الفلسطينيين يعني حلت يعني، لو كان القضية بينهم الأمريكان كانت حلت القضية الفلسطينية. بالفعل ابتعدنا كتير بالمدى القصير من الحل السياسي يعني، مثل ما سمعنا الزميل الفلسطيني، الوضع الموجود اليوم ما في ولا قائد فلسطيني ولا يقبل الوضع اللي صار ويقول اوكي فينا نفاوض على شو باقي. هذا بالمدى القصير. بالمدى الطويل فيك تقول انه صار في فرصة، إذا كان تأخذ بعين الاعتبار إنه المستوطنات الإسرائيلية مع 500,000 إسرائيلي موجودين، ما في أي حكومة إسرائيلية فيها تطلعهم من الأرض، ما في أي حكومة بالعالم تطلب من إسرائيل تطلعهم من الأرض، بس في من تاني جهة يعني، لأنه نحن عم نحكي مع رجل أعمال مثل ترامب رح يقول أوكي أنا أعطيتكم 4 هدايا، شو أنتم بتعطيونا على أني بدالهم؟ أنا بدي منكم دولة فلسطينية مستقلة، وهذا هو الحل. نعم سيد بشار، أنتقل إليك. لماذا في هذا التوقيت برأيك جاءت هذه الخطوة الأمريكية بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية؟ هل تستبق عرض الخطة التي قيل إنها ستعرض وسيعرض شقها السياسي؟ عزيزي، هو في أكثر من إشكالية بهذا الموضوع. الأول، قضية التوقيت ربما تكون توقيتها في محاكاة للقرار الذي أشار إليه بومبيو عندما قام سلفه في إدارة أوباما جون كيري بإعلان أن هذه المستوطنات هي عقبة في وجه السلام وأنها غير شرعية وغير قانونية. وهنا المأخذ يعني مايك بومبيو، والآن يعني أكون واضح من البداية، ما أنا في صدده في هذه العجالة إجابة على سؤالكم الكريم هو ما قاله بومبيو. إذا استعرضنا ما قاله، قال أن هذه المسألة كان فيها عدة وجهات نظر في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، أشار إلى كارتر وإلى ريغن وإلى إدارة أوباما، وقال في المحصلة مسألتين في غاية الأهمية. وهنا الإجابة الأولى، أن قضايا السلام غير خاضعة لما يقوله القضاء الدولي، هي ليست مسألة جوديشري، هي قضية سياسية بامتياز. هذه المسألة الأولى. الثانية، عندما قال أن ذلك لا يعني بأي حالة من الأحوال مصادرة مستقبل الضفة الغربية، وأن هذه المسألة هي موضع تفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الآن واقعيا التوقيت مهم، نعم توقيت مهم، لأنه هذا هو العام الأخير
قبل أقل من عام تقريبا، قبل عام من الانتخابات الأمريكية. ليس هناك في العرف السياسي الأمريكي ولا بالثقافة الأمريكية شيء اسمه هدايا، يعني ما في شيء فري بلا ثمن. حتى الهدايا هناك أهداف. ما هو المقابل سيد بشار؟ حتى اللحظة لم يتم الاعتراف من قبل ترامب حتى بدولة فلسطينية. صحيح، نعم، لأنه هذا يعني هذا المراد من ذلك يا عزيزي، هو بالأساس أنه يريد أن يؤكد لناخبيه بأنه قد أوفى بكل تعهداته الانتخابية. العنوان الرئيسي للانتخابات الأمريكية كانت فيما يخص مسألة الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي، كان بأن إدارة ترامب ستكون بلا مواربة تقف إلى جانب إسرائيل. هذا الفرق عندما نقول أن لم يعد هناك وسيطا نزيها في الإدارة الأمريكية بأمانة، هو الأكثر نزاهة لأنه هو كان واضح، هو لا يخبئ، لا يقول شيء علنا ويتصرف سرا بشيء آخر. ترامب إدارته واضحة، قال من البداية ما يراه. أما قضية نزاهة بالوضوح سيد جراء ليس بالموقف، لأنه كما ذكرنا حتى اللحظة لا يدور الحديث عن دولة فلسطينية، يعني قدمت القدس ونقلت السفارة ووقفت تمويل السلطة الفلسطينية، والآن الحديث عن المستوطنات. صحيح، ولم يتم الحديث عن دولة فلسطينية. صحيح، حتى نعم. صحيح صحيح، لعله أنا لست مطلع عن ما يسمى بصفقة القرن، ولكن الكثيرون يعلمون أن صفقة القرن نعم لا تطرح قضية الدولة ولا تؤيد قيام دولة فلسطينية. وهنا بدون مجاملات الواقعية تقول أن كثير من الدول العربية عمليا لا تؤيد الدولة الفلسطينية ولا تدعمها ولا تدعم حتى السلطة الفلسطينية. دعونا نخرج من إطار التصريحات والمزايدات اللي هي للأسف أثبتت أنها غير جدوى وغير صادقة. الآن ما يجري هو نعم تحسين وضع ترامب داخليا وتحسين وضع نتنياهو، نعم هذا دعم مباشر لدى نتنياهو. أما كيف نتحرك من بعد هذه النقطة للأمام، أنا لست طيب مصدوماً ولست متفاجئاً. القضية الكبرى كانت القدس. القدس القدس وهو كل هذه عناوين صغيرة أمام مسألة القدس. دكتور مجدلاني، يعني ما الذي بقي من التسوية السياسية والعملية السلمية في إطار هذا الموقف الأمريكي الأخير الذي قيل إنه الموقف لربما الأخير في نعش أي تسوية في ظل هذه الإدارة؟ يعني أنا أعتقد يعني الحديث الذي سمعناه أمس من السيد بومبيو الذي قال إنه الاعتراف بالاستيطان شرعي وقانوني قد يفتح الطريق أمام السلام، أنا أعتقد أن هذا الوهم الذي حاول تسويقه أمس بومبيو اللي من قبله ترامب عندما أعلن ضم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأن ذلك قد يساعد على السلام، احنا بنعتقد انه هذا اقصر طريق لدفن عملية السلام ولدفن هذه العمل لدفن السلام الذي دخل في غيبوبة طويلة منذ سنوات، والآن آن الأوان لدفن هذه العملية. هذا هي وصفة حقيقية لإنهاء كل العملية السياسية والسلام في المنطقة. إذا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اتفقت على إخراج قضايا الوضع النهائي من التفاوض، الحدود والقدس والاستيطان واللاجئين وأيضا حل الدولتين والدولة الفلسطينية المستقلة، ماذا يبقى من عملية السلام؟ على ماذا سوف نتفاوض يعني مستقبلا؟ وما هي الدولة الفلسطينية، وهم الدولة الفلسطينية الذي يتحدث عنها ضيفك السيد بشار والذي بدأ مدافعا شرسا عن ترامب وعن الإدارة الأمريكية ويتحدث باسم العرب وأنه كأن باعتبار أنهم تخلوا عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أن هذا الموضوع يعني بوضوح شديد نتحدث عنه، لا يستطيع أن يقبل أي عربي ولا أي زعيم عربي ما يرفضه الفلسطينيون، وهذا ما يؤكد عليه كل القادة العرب وكل قرارات القمم العربية. وبالتالي أنا أعتقد أنه ليس يعني المطلوب من أي أحد. دكتور مجدلاني، عذرا على المقاطعة، لماذا لا نشهد ردود فعل حقيقية سواء من قبل السلطة الفلسطينية أو حتى من قبل الشارع الفلسطيني على كل هذه الخطوات، والسلطة لا زالت تملك بأيديها أوراق كما قيل؟ صحيح،
نحن ما زلنا أهم ورقة بيدنا هي ورقة الموقف الفلسطيني الرافض للمشروع الأمريكي. ولو كانت القيادة الفلسطينية تقبل بالمساومة وتقبل بالضغوط والابتزاز التي مارستها عليها الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب الذي اعتبرها ضيفك بشار أنها الأكثر نزاهة، هي الحقيقة الأكثر وقاحة من كل الإدارات الأمريكية السابقة. إحنا موقفنا هو الذي أفشل المشروع الأمريكي المسمى صفقة القرن، موقفنا هو الذي أفشل البديل الاقتصادي أو الحل الإقليمي الذي كان ذاهبا إليه في مؤتمر المنامة في البحرين، وموقفنا هو الذي أفشل محاولة استبدال الأولويات وتحويل الصراع من وتحويل الصراع وأيضا تحويل الصراع والتهديدات الخارجية الإقليمية بدلا من الاحتلال الإسرائيلي إلى الخطر الإيراني في المنطقة. أنا أعتقد أن هذه الأوهام التي حاولت الترويج لها الإدارة الأمريكية قد فشلت، واليوم إحنا لم يبقى أمام هذه الإدارة إلا عام واحد، وبعد أيام سوف تدخل في الانتخابات الداخلية لبرايمرز للتحضير للانتخابات القادمة. وأنا بعتقد الرسالة الأخيرة التي أراد بومبيو أمس أن يوجهها هي رسالة داخلية للمجتمع الأمريكي، رسالة داخلية للإفانجليكان الداعمين للإدارة الأمريكية، وبحكم علاقتهم ورؤيتهم الميثولوجية والغيبية لإسرائيل ومستقبل إسرائيل بالمفهوم المسيحية الصهيونية. دكتور جاك، أنتقل إليك، أنت كنت مستشار لرابن إسرائيل قبل أسبوع أحيى الذكرى رحيل. تفوضنا على الخمس نقاط اللي مش موجودة، تفوضتم على كل هذه النقاط التي باتت أو أزيحت عن طاولة المفاوضات بحسب الرؤية الأمريكية. ماذا يعني ذلك دكتور؟ بطلع لأني شو باقي بصفقة القرن، ما بعرف. يعني إذا كان حطوا الحدود على جنبه، حطوا القدس على جنبه، حطوا السفارة الأمريكية على جنبه، حطوا الجولان على جنب، يعني شو باقي؟ يعني أنا يعني قابل موقف للوزير مجدلان إنه من الجانب الفلسطيني صعب كتير، يعني الوضع صار خطير جدا من جانبهم، لأنه ما في شريك، ما في وسيط، ما في. يعني أمريكا تجنبت القضية وصارت مع إسرائيل 100%. يعني شو طالب أمريكا من إسرائيل ما بعرف. يعني مفهوم إنه الدعم الأمريكاني هو الدعم تبع ترامب لنتنياهو، طالب من الشعب الإسرائيلي إنه يصوتوا نتنياهو، إنه نتنياهو يكون رئيس حكومي. هذا يعني هذا فيك تفهمه من الأحوال، يعني كمحل سياسي هذا الوضع هو هيك. هلا يعني شو المستقبل؟ مثل ما قلت أنا بالمدى القصير ما في أي ابتعدنا أميال من حل فلسطيني إسرائيلي، وابتعدنا أميال من مناقشة حول الطاولة. يعني هلأني إذا كان نحن كنا متأكدين مثلا لما بلشنا المفاوضات أنه بدنا ننفرد من الفلسطينيين، أنه نروح نحن على جانب الفلسطينيين يكونوا مش بدولة يما بالأوتونومية اللي بالحكم الذاتي اللي هو اليوم ما بيعرف الإسرائيلي شو هو الحل، شو طالبين من الفلسطينيين. يعني هل طالبين إنه يكونوا شركاء؟ حنا نقول كل وقت إنه مش ما في شريك. يعني شو الوضع؟ إنه حنضلنا هيك على سلاحنا بعد 40 سنة؟ هذا الوضع. نعم سيد جرار، أعود إليك من جديد. يعني ما الذي يمكن أن تقدمه الإدارة الأمريكية في إطار صفقة القرن التي روجت لها طيلة السنوات الماضية، خصوصا وأنها أزاحت الملفات الرئيسة عن طاولة البحث والحديث؟ سيد جرار. عزيزي أول شيء هون إن يعني لابد من التوضيح. نعم. أنا مش بصدد الآن دفاع عن وجهة نظر رسمية أمريكية، أنا هنا دوري فقط أحاول أن أفهم ماذا قيل على لسان وزير الخارجية الأمريكي بدون الدخول بالسجلات، أنه هل الدعم العربي حقيقي للسلطة الفلسطينية؟ هل هناك شريك فلسطيني واحد يمثل القضية الفلسطينية بشكل يؤثر على الأرض ويغير في السياسة الدولية والإقليمية أم لا؟ كل هذه أسئلة داخلية يعني تتطلب حوارات طويلة. نعم بعيدا عنها سيجرون. نعم بخصوص هذه المسؤولية بعيدا عنها كليا. نعم. بعيدا عنها كليا الإدارة الأمريكية، وأرجع وأقول أنا متمسك في هذه النقطة، هذه إدارة على الأقل واضحة بما تقوله، لا خداع، لا بنود سرية، وجهية في طرحها للمسائل. هو من وجهة نظره، من وجهة نظر إدارة ترامب، أن هذه القضايا كلها
ليست فيها مصادرة لمستقبل الحل السياسي للملفات برمتها. الآن هل أتفق أنا مع هذا الأمر أم لا؟ قد يكون هذا شيء جدالي ونستغرق ساعات في طرحه، ولكن هو هكذا يتعامل مع الملفات الشائكة، هكذا يتعامل في ملفات كوريا، إيران، مؤخرا شمال سوريا. هو يضغط على الأطراف ويحقق، يوجه رسالة إنه أنا لدي شريك، ونعم قدم له الآن هدايا بين قوسين علنية في عدة ملفات، واضح أن هناك ثمن سيحصل عليه من نتنياهو، لأنه مصر ترامب واضح على أن يكون الشريك الإسرائيلي هو نتنياهو. هلأ ماذا وعد نتنياهو في هذا الموضوع؟ أعتقد وهنا تقتضي الأمور إما أن نتحدث بشفافية وبأمانة أو نكون غائبيين. أعتقد أن نتنياهو لديه من الشركاء العرب جاهزون ومستعدون لهذه التسويات، وأعتقد نعم أن هناك حتى شركاء فلسطينيين موجودين. أما متى يخرج كل شيء إلى العلن، هذه مسألة طيب. تعتمد على مدى نزاهة كل طرف مع الأطراف المكونة لهذه العملية. دكتور جاك، يعني ما الذي غير وجهة النظر الأمريكية؟ أنت تواجدت مع ياسر عرفات مرات عديدة ومع رابين مرات أخرى، ما الذي غير وجهة النظر؟ الواقع اليوم أنه السلطة الفلسطينية موجودة بكماشة، يعني شو الخيار؟ يعني بيقول مثل ما قال الوزير مجلاني، يعني القوة الفلسطينيين اليوم هو برفضهم، الرفض هو القوة. لأني وذكرت يعني شو الخيار الثاني، قلت طيب أنا ما بلعب مع السلامة، السلطة بسكرة، أنا برجع على تونس، برجع على 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 المغرب، كان بحب أبو مازن يكون بالمغرب كتير، وخلي خلينا نشوف شو راح تكون فوضى على الأرض، خلي إسرائيل تتدبر مع الأرض، خليها تفوت على اجتياح جديد على الأراضي الفلسطينية، خلينا نشوف كيف راح يتعاملوا مع 5 ملايين فلسطينيين. يعني هذا هو كمان خيار فلسطيني، هل هذا هو وارد اليوم؟ ما بفكر. يعني لهالسبب يعني نحن وصلنا بمساعدة الأمريكان لا طريق مسدود، ما في اليوم ما في أمل بين إنه يكون في أي صفقة بيننا وبين الفلسطينيين، هذا لازم نفهمه على المدى القصير وبجوز حتى على المدى الطويل. يعني الوضع اللي صار على اليوم وإسرائيل، يعني الإسرائيل اليمنية مثل حكومة نتنياهو مبسوطة، كل اللي بدها صارت قبلتها من أمريكا، ليش حتى تتفاوض على شو؟ في ما في تفاوض على شيء. لهالسبب يعني مثل ما قلت أنا، الطريق اليوم مسدود وما في حل بالأفق. نعم دكتور مجدلاني، أعود إليك من جديد، هل هذا يضع السلطة الفلسطينية في إطار البحث الجدي لرؤية واضحة، حتى إن أتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بفترة جديدة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا مطروح؟ يعني حتى لو عاد الرئيس ترامب إلى بالانتخابات القادمة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر يخص الشعب الأمريكي ويخص الولايات المتحدة الأمريكية، وندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لاعب دولي مهم ومؤثر، لكن الإدارة الأمريكية أيضا لم تعد قادرة على أن تكون هي اللاعب الوحيد، وأيضا هناك تغيير في موازين القوى على المستوى الدولي، والعالم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب بديلا عن القطبية الأحادية التي كانت تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك الصين الشعبية، هناك روسيا الاتحادية، وهناك أيضا أوروبا، وخلينا نشوف بالتصويت الذي صار يوم الأربعاء يعني قبل عدة أيام، صوت مع فلسطين في اللجنة الرابعة 170 دولة، في حين صوت فقط مع أمريكا إسرائيل، هي وإسرائيل صوتوا ضد التمديد للأنوروا. لذلك احنا بنشوف أيضا الولايات المتحدة الأمريكية رغم قوتها هي معزولة سياسيا، والفلسطينيين رغم ضعفهم ورغم الحصار المفروض عليهم هم أقوى على الساحة الدولية وعلى الساحة الدبلوماسية، لسبب بسيط أن الفلسطينيون يقيمون سياساتهم على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، وهم يبدون أكثر وضوحا في الموقف، وبالتالي في موقفهم إزاء تمسكهم بالشرعية الدولية، ولذلك العالم منحاز لفلسطين ومنحاز للقيادة الفلسطينية الحكيمة، القيادة الواقعية، القيادة التي تحرص على السلام وتريد بناء السلام، ولم تقل في يوم من الأيام أننا تخلينا عن السلام ولا عن
المفاوضات أيضا وصولا إلى السلام. لكن ما يعرضه علينا اليوم الإدارة الأمريكية وإسرائيل هو استسلام، وهذا الأمر غير ممكن، لا يمكن قبول فيه لا يمكن القبول فيه من القيادة الفلسطينية ولا من أي مواطن فلسطيني. أنا أريد أن أؤكد لضيفك السيد بشار أن هناك شركاء فلسطينيين لترامب. أنا بحب أؤكد له الشركاء الفلسطينيين اللي بحث عنهم ترامب مشان يأخذهم معه على مؤتمر المنامي، وجد ثلاث عملاء لإسرائيل فقط لا غير، عملاء ومصنفين عملاء متعاونين مع المخابرات الإسرائيلية مع الشين بيت، هم اللي أخذوهم من هون على المنامي ورجعوا لعند إسرائيل، ما رجعوش لعنا. إذا كان بيعتقد أنه شوية عملاء ممكن يكونوا بديل عن القيادة الفلسطينية ويكونوا شريك في تنفيذ مؤامرة كبيرة لتضييع حقوق الشعب الفلسطيني، أنا بعتقد هو بيكون واهم. لم يبقى لي الوقت، عذرا دكتور مجدلاني، لم يبقى لي الوقت. أشكرك جزيل الشكر، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور أحمد مجدلاني، كنت معنا عبر استديوهات رام الله. شكر موصول السيد بشار الجرار الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، وأشكرك دكتور جاك نريال المستشار السياسي السابق. مشاهدي الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونعود إلى مناظرتنا اليومية، فابقوا معنا.